البنات العسل ديالنا هو وجد، هانتوما عمرت هاد الطاسه عرفتو، راه خليته طبخ شويه مزيان، بغيتو يكون شويه اللون ديالو بحال هكا. هانتوما البنات، مخاطر مجاري بينو بين، الا بغيتو قل من هاد اللون ما كتخليهوش يطبخ بزاف. انا خليته طبخ تحيد هذيك الكشكوشه ما كتبقاش. هانتوما باقي في العظام ديال الليمون وديال واحد الطرف ديال الحامض، الحامض ديالنا. خير كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كلشي بخير؟ كنقول لكم كي دايرين، ما كاينش بحال. السلام عليكم، لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ الحمد لله. اختكم راه غتصيب العسل بالليمون ماندالين واحد النص ديال الحامضه. هانتوما تشوفوا الطريقه ديال العسل ديالي، غنصيب به المحنجه وشي بريوات. هاد الفيديو هذا راه مغلوح واقيلا حتى رمضان ان شاء الله، الله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه ان شاء الله يا ربي، وبالتوبه، ولا فاقدين ولا مفقودين، ولا الله يلطف بينا وصافي. يا ربي تسترنا بسترته وترحم جميع الموتى المسلمين وتشافي جميع المرضى يا ربي. هذا غدرت فيه جوج تقريبا طروفه ديال الحامض هكا، عندي نص حامضه، درت غير النص ديالها، حامضه كبيره قطعتها على جوج طروفه، ودرت ليمون ماندالين. هانتوما شوفوا كي غيجي، علاش غيجي غزال. وانا عندي السنيده، واقيلا عندي هنا 3 كيلو ديال السنيده، غندير فيها 3 ايطرو ديال الماء. كل كيلو تاع السنيده كندير فيها ايطرو ديال الماء. بغيتو ديروا هاد الليمون، بغيتو ديروا غير القرفه والحامض، راه هو كيجي زوين. غير الليمون كيجي واحد اللوغو زوين، واحد اللون زوين كيجي مذهب. هانتوما غتشوفوا راه فايته دايراه في العسل، غير ما وريتكمش الطريقه ديالو فاش درت بوشنيخه. وعندي حتى العسل كنت دايراه بالقالب ديال السكر، دايراه في القناه عندي، دابا نحط لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. هذه درت غير سنيده، ولكن راه قالب السكر كيجي غزال، حنا غنديروا سنيده ونشوف ان شاء الله. هانتوما اطرو ديال الماء، وغنخويه على سنيده والليمون وشويه الحامض. انا مره كندير غير الحامض والعواد ديال القرفه، بعض المرات كموصه ديال الزعتر وهادشي. كل مره كندير هاد الخطره غندير لكم بالليمون باش تشوفوا كيجي غزال والنكهه ديالو زوينه البنات. غنديروا 3 من هاد الكيسان هادو ايترو ايترو، وعبري غير بالقرعه ديال المونضه ديال ايترو حتى هي مزيانه، ونخليوه يطيب مزيان ونديروا نبداو نحركوا. غنحركوا فيه بحال هكا، تحركيه مزيان صافي، وتخليه يطيب شويه. عاد نسد عليه الكوكو، كنحس بالريحه ديالو كتجيني راه طاب صافي، كنطفي عليه. السنيده ديالنا دابت، دابا واحد شويه غنسد عليه الكوكو، مابقاش تبغي تهزي السنيده تلقايها ثقيله. ها شويه تذوب مزيان صافي، كنسد الكوكو باش ما تجيش محرقه من التحت، خص السنيده ما تبقاش لتحت. حتى انا جيت خويت السنيده هي الاولى، عاد حطيت الماء ديالي. دابا راه الصباح، دابا راه شي 9 الله رب، فوق الصباق خص العسل هو الاول البنات. وهنا اللوز ديالنا ها هو، هنا عندي كيلو ديال اللوز خليته، هذا غنديروا البريوات ولا محينش، انا غنشوف هذا فاش غنفطروا حنا. وريتكم عاد اللوز الاخر غيتفسخ اللي غنخدم به الناس اللي بغاو هذا الشيء. كي دابا شفتوا هذا القشر هذا اللي غتنشف، هذا راه بايت ليله، هذا شويه نديه يطحن باش نخدم به. بغيتو ديروا اللوز، بغيتو ديروا كاوكا وتحمروه وديروه مع الليمون معسل، هذاك الليمون كيتباع عند هما اللي كيبيعوا هذا الشيء ديال الحلويات. كتشديه كتقرضيه وكتدخلي معاه شويه هذا شويه الكراميل هكا، وبزاف الطرق بزاف البنات. دابا هذا غندير اللوز بوحدو صافي، السك مع شويه الزبده صافي، والمسكه الحره، وتحكي واحد شويه الكوزه الا بغيتي شويه القرفه باش تخدمي به المحنجه البريوات اللي بغيتي. وبقاو معنا تتشوفوا نهارنا كيفاش دايز،
والله البنات هرمت الفيديوهات ديال الخرجات ديال بزاف د الحوايج والله ما لحسهم. ان شاء الله كتاب الاحلام في رمضان كتاب لحتهم حتى يفوت رمضان ديال فاش خرجنا في الربيع العطله بزاف والله غير الوقت وصل الربيع والمعدنوس الكراف سوا غاسله بيت ليله باش غنقيه واخا الربيع ما لقيتوش عرفتي اش دايرين الناس على الربيع الكراف تقولي الحرب العالميه هذه والله انا الحريره كنديرها مره كل سيمانه كندير الحريره كل سيمانه كندير فيها يومين هذا الشيء اللي كاين هذا الشيء كلشي غنعزلو نعاود نقيه مزيان نعزل لي صفر ونقردو بالقراده ندخلو الثلاجه باش نلقاه موجود غير هو ما تكثروش بزاف ديرو في الثلاجه حقاش كي ماشي بحال تصيبيه باقي طري وديريه في الحريره انا كنديرو طري في الحريره غير الا جابتها الوقت ما كاينش كنكون خارجه ولا في المحل كنجبد هذاك لي فريغو اللي كندير لي فريغو غير في المرقه ولا في الطاجين ولا الحوت هذا الشيء اللي كاين اما في الحريره ولا الصوبه كنكرهكمش تكونوا ديروه باقي طري فهمتي الكرافس يا شباب ديال الحيط هذا الصفر انت بس غير لي نوض غير صفر جبتو البارح هذا ونصدو العسل ديالنا ان شاء الله عرفتي ريحة الليمون غزالة البنات هانتوما كتحسي بيه تقيل كطفي عليه البوط تخليه تا يبرد الغد لي عادة تخدمي بيه ليلة خصو يبات ولا تصيبيه الصباح بكري تخدمي بيه في العشية حنا كنديرو في الكوكو تاع الساعة في الدار مي كنكونو في المحل كنديرو واحد بحال هكا برمة كبيرة كنطيبو فيها وكنقصو البوطة وكنخليو هكا ما كنسدوش الغلاقة باش ما يفيتش حيت لسديتي الغلاقه كيفيض وبحال الكوكوط خصها تكون الكوكوط البنات تكون الكوكوط ما كتنفش ما كتخرجش النفس من الجنب لا خرجت لك النفس غيبقى فايض لك العسل هذا الشيء اللي كاين حقاش العسل كيبغي الكوكوط بغيتي تسدي عليه الكوكوط يكون الكوكوط نيت مريقله من الجناب ما تكونش طايحه ما تكونش هذا الشيء اللي كاين كي جات تبارك الله وصلنا من داك ريحه الليمون غزاله غزاله بزاف بزاف شويه الحامض البنات العسل ديالنا هو وجد هانتوما عمرت هاد الطاسه عرفتو الصوره خليته تبخ شويه مزيان بغيتو يكون شويه اللون ديالو بحال هكا هانتوما البنات ما خاطر ما جاري بينو بين الا بغيتو قل من هاد اللون ما كتخليوش يطبخ بزاف انا خليته تبخ حتى حيدات هذيك الكشكوشه ما كتبقاش هانتوما باقي فيه العظام ديال الليمون وديال واحد الطرف ديال الحامض الحامض ديالنا عمرت هاد القرعات غنصيفطهم للمحل وغدا تاني نزيد شويه العسل باش كنتقاو به الشباكيه وباش كنخدمو به خصوصا في القرعه ديال هاد القراعي مزيانين كيصبروا هما القراعي ديالهم الماس خصنا ما نديروش من الاشهار ولكن اش غنديرو هاد البلاستيك كينفع وكيصبر زعما ما ما كيضرش بنادم هذا الشيء اللي كاين وهادي عمرتها ونعاود ثاني غدا ان شاء الله نديرو عسل اخر الى بقى العمر وبالصحه والراحه البنات انتما العسل ديالنا زوين تبارك عمرت هاد القرعات غنصيفطهم للمحل وغدا تاني نزيد شويه العسل باش كنتقاو به الشباكيه وباش كنخدمو به خصوصا في القرعه ديال هاد القراعي مزيانين كيصبروا هما القراعي ديالهم الماس خصنا ما نديروش من الاشهار ولكن اش غنديرو هاد البلاستيك كينفع وكيصبر زعما ما كيضرش بنادم هاد الشيء اللي كاين وهادي عمرتها ونعاود تاني غدا ان شاء الله نديرو عسل اخر الى بقى العمر وبالصحة والراحة البنات هانتوما العسل ديالنا زوين تبارك الله